الزاوية تنفذ زين جمال في 18 ولكن الشطناوي متابعة وإبعاد إبعاد إلى ضرب الزاوية. محمد الشطناوي من الحراس المتميزين. سجل احد الاهداف الجميله لنادي سعاف ال 18 ترسل، ولكن محمد بسبب الاصابه والتونسي حذف مياري هنا للسحاب هدف. الله اكبر، يرافقه حمد العدوان العرضيه والشطناوي بالابعاد المنشيه في الشوط الثاني الى الامام. ترسل للسحاب البحث عن الاول، ولكن محمد الشطناوي لدينا ابراهيم الجوابره هنا الامتلاك للكره. الخطر القادم لسحاب، مرور تقدم الى الامام ترسل باي حق تمضي. لدينا سلفي في الجهه اليمنى لسحاب ال 18 راسيه الهدف، ولكن عدت. لكن الصبر ومفتاح الفرج، الصبر زين مقدار حاجتين لسحاب عرضيه، ولكن الشطاوي هنا استلام لدينا الجوابره الابعاد لاحمد عبد الحليم، مرور من الجهه اليسرى العرضيه الفارس، ولكن كرة ملعوبة لمصعد الوحدات خطرة، خطرة وحداتية. نحيي مدربينا بالتحديد أينما كانوا، نحيي إيش الترك، نحيي أسامة قاسم، نحيي المدرب بدل المنتخب الوطني أحمد عمارة. أبو عمارة برفع كرة في 18 خطرة من الجانب الأيمن تحديدا، محاولة وحدتية على مشار في 18، على مشار في 18 والشرقاوي تنفذ على طول. يا خطرة خطرة خطرة، المحاولات مستمرة على طول مرفوعة في 18. إذا الشطراوي يسيطر، الشطراوي يسيطر. تبقى لمصلحة الوحدات، ويبقى الوحدات في حالة هجوم، التماتة دفاعية فيصلاوية هجوم أيضا شرس وحداتي في هذه اللحظات، والشطراوي يفصل. الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، هجوم لمصلحة الوحدات، خطرة وحداتية والشطناوي كما ذكرت يتعلق اليوم. كرة إلى أحمد سمير، بينية، فرصة، فرصة وتصدي وكرة، فرصة خطيرة ضاعت، فرصة مبعدة من على خط المرمى، فرصة كبيرة ضاعت على الجزيرة. الآن مرة ثانية الخطورة جزراوية وفي النهاية تذهب إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية، التصدي في البدء. جزراوية، مارتكيان، مارديك مارتكيان يبحث عن عرضية تنفذ. الله الله يا عصام دواجر يفوز على البيضين فرصة التعديل. الكرة من جديد لمصلحة الجزيرة ملعوبة. الله شو هالفرص، ما هذا الحظ يا جزيرة، ما هذا الحظ يا جزيرة، ما هذا التألق يا شطناوي. ملعوب الكرة لمصلحة الجزيرة، تسديد. الله الله الله، يسلم اليوسف عن فراس شلبايا او عند احمد ياسر، وكرة كرة 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 تمر. نور الروابدة بيلعب في 18، ولكن الشطناوي شوف التألق، الشطناوي محمد عاد من سيما اللاعبين المشيات تصلى. محمد الشطناوي عطية لخليل بن عطية في 18 تلعب، والشطناوي إلى الفرصة الخطيرة للفيصلي. هناك للحماية في حال وجود الهجمة المرتدة، تلعب في 18 الإبعاد، المتابعة، الرباكة، ولكن أدى لتجير الثلاث نقاط. وهنا العرضية ومحمد الشطناوي الشطناوي تعود الى البيضين، عصام في الوسط،
كرة في الأطراف رافة علي الشطناوي وإبعاد الخطة ليهاجم والكرة هناك تصادم مع الشطناوي كان والشطناوي على الأرض إصابة نعم كانت واضحة أو تصادم واضح وبالتأكيد بغير قصد تابعنا خارج الطابة علي ضاق وحداتي عامر ديب والشطناوي يحولها إلى باسم فتحي ماذا يريد من هذه الكرة والشطناوي يسيطر الشطناوي يسيطر شرارة يلعب بنية جميلة ولكن راية مرفوعة راية مرفوعة من شباب العقبة وبالتالي في حال امتلاك واستثقاف بعد هذه المحاولة الشطناوي الامتلاك تأكيد الحكاية متواصلة الركنية منفذة كرة رأسية متابعة وعلى مرحلتين على مرحلتين يتصدى الشطناوي ضغط مكثف الآن من لاعبي فريق الوحدة ضغط مكثف من لاعبي فريق الوحدات واجد كرة إلى لوكاس 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 يسدد لوكاس والإبعاد من الشطناوي الإبعاد من الشطناوي إلى ركلة ركنية فرصة خطيرة ضاعت على فريق الفيصلي فرصة خطيرة ضاعت على لوكاس مشاهد مرة ثانية تمريرة ما في التسلل هدف فهد اليوسف تقدم من الجهة اليمنى هنا الخطيرة والشطناوي الشطناوي الذي يظهر بكل اقتدار في هذا اللقاء بكل اقتدار يظهر في هذا اللقاء هذه الحاجة والكرة العرضية الخطيرة للاعب يزن ثلجي هنا العرضية بركلية هدف الله يا الشطناوي الشطناوي سر التفوق للركلة المحاولة للوحدة مستمرة فهد اليوسف العرضية ولكن هنا لديه متابعة للوحدة الجديدة ومحمد الشطناوي محمد الشطناوي للأمانة للأمانة حتى الآن في ظل هذه الكرة الخطيرة والعديدة عند أحمد ياسر أحمد أوصو قاتل الكرة الماضية ولكن يا سلام على الشطناوي يا إلهي أحمد ياسر أحمد ياسر لأبو كبير على الجهة اليمنى خطير إذا مر يا موسى خطير الكرة من أحمد ياسر عن التمريرة والتسديد أحمد أبو كبير وهذه خطرة الكرة يعني الكرة الماضية غريبة يا أبو كبير الكرة لم تصنع إلا لتركل داخل الشباك هنا لماركو تقدم محاولة خطر ولكن الشطناوي هي الفرصة الوحيدة وهيثم قنونو هيثم هنا محمد الشطناوي يتصدى لضربة الجزاء هنا نشاهد محمد الشطناوي وهيثم المحترف التونسي والتسديدة كانت قوية كانت على يمين الحارس محمد الشطناوي ولكن خبرة الحارس محمد الشطناوي هنا في التصدي لضربة الجزاء هل تشدد مسافة بعيدة تمرير كرة بالرأس والتصدي للشطناوي كرة رأسية من عبد الله العطار والتصدي لمحمد الشطناوي للبعوض يتقدم يمرر إلى طنوس طنوس تسديدة والإبعاد للشطناوي كرة صاروخية ثانية من الدولي هنا المتابعة للحسين محاولة خطرة للحسين استلام والشطناوي يظهر كفارس أول حتى ولو كانت مباراة ودية للحسين بن جديد تصويبة والشطناوي مشي بشكل جيد إلى الأمام سرعة ركن خادي ولكن الشطناوي الشطناوي يعني هناك برودة الطقس للمشي سرعة ولكن التصدي من هناك الحارس محمد الشطناوي عن طريق اللاعب إحسان حداد هنا العرضية خطورة والشطناوي بالإبعاد الشطناوي بالإبعاد استلام هذه كرة داوودة والشطناوي كرة أمامية إلى داوودة هذه فرصة دردوه يلعب بالجهة اليمنى باتجاه ورد ورد عرضية خطيرة كانت ولكن الشطناوي يتصدى لها وتخرج ضربة ركنية لمصلحة نادي الأهلي
على هذا الحارس الكبير، تشعر أن المرمى ما هو إلا امتداد لذراعيه وقدميه، إنه يغطي كل شيء. الآن لفريق البقعة أول وصول، أول هجمة، كرة عرضية ولكن الشطناوي موجود. أول وصول عمار أبو عواد، كرة عرضية وسريعة الشطناوي من قبل الاتحاد إلى لمس مسلم، الشطناوي بالتدخل. هنا المحاولة رفع قريب أن يستثمر أن يدبر الأمور دون ضغط، ولكن محمد الشطناوي إبعاد لعن الكرة عن الواقع. باسم فتحي بدأ الاهتمام من خلال هذه الجهة، محمد الشطناوي لهذا الاحداث مدير ابو عماره من الصف 18، والشطناوي للاستلام على نقاط الصعب للفريق على الصف 18، ومحمد الشطناوي للاستلام الذي يصبح الان يستغل هدفه المسلسل، لكن ما لم يكن بشكل المتصور، والهدف الاحداث لا شيء. هنا العرضيه ومحمد أكبر مسجلي فرق رمسة أيضا عنده 4 أهداف، أحمد ياسر مجددا، ولكن مشكل لم شوقي القزعة بالجهة اليمنى، هنا ليوسف النظر، المحاولة تلعب 18، ولكن الشطناوي إبعاد. إذا العيون الشبابية تقترب من الم...